المنتخبين دول لو حضراتكم بصيتوا على التشكيل، يعني الناس كانت بتتريق على السوشيال ميديا بتقول ان منتخب فرنسا هو المنتخب الافريقي الوحيد اللي كمل في كاس العالم، لان طبعا لعيبه كتيره جدا من ذوي الاصول الافريقيه، وده مش محتاج ان حد يفسره. عايز اقول لحضراتكم واصول عربيه وغيره وغيره. بلجيكا نفس الشيء، القاطره البشريه لوكاكو دوت امبارح ده من غينيا اصلا. عايز اقول لحضراتكم بصوا مروان فليني، كل اللي موجودين حضراتكم 17 جنسيه موجوده في المنتخب البلجيكي. انا بتكلم على ده ليه؟ بقول ان الناس اللي والاخ ترامب وغيره وكل الافكار المجانين اللي بيتكلموا في العالم عن فكره صدام الحضارات وان المهاجرين دول حاجه لابد من القضاء عليها، ده جنان. المهاجر دول كل الناس اللي بتمثل امبارح كانت فرنسا وبتمثل بلجيكا ووصلوهم لهذا المكان، دول ابناء مهاجرين. العالم عمره ما هيكون عالم افضل غير واحنا بنفكر بطريقه انسانيه، بطريقه حضاريه، بطريقه ان الناس بتعيش فيها. ما حدش بيتولد ولا هو جاهل ولا فقير ولا مجرم ولا كلنا بنتولد زي بعض، وبعد كده كل واحد خياراته في الحياه والظروف اللي حواليه بتجبره على اتجاهات مختلفه. بالتأكيد في كمان حاجات كتيرة جدا، التخطيط الجيد. أنا في تقرير قريته على السوشيال ميديا منتشر، منتخب بلجيكا من صورة موضوع معمول من 2002 بيقولوا إن ده منتخب المستقبل اللي هيجيب كأس العالم. صدقوا أو ما تصدقوش، أهو حضراتكم الموضوع كلهم اللي هم النهارده ايدن هازارد اللي هو اللي لابس الاحمر ده، كيفن دي بروين اللي لابس الازرق، لوكاكو اللي واقف بالطول ده، حضراتكم قوام المنتخب اللي النهارده في سنه 2018 بعد 16 سنه هو النهارده اللي هيجيب لهم غالبا كاس العالم. هو ده حضراتكم، دي صوره المنتخب.